شفت الدروس عن بعد مالت الاخ بوتينا فغلبني الحماس. فما برابعك الخوافين انا صراحه تحمست ومشتيها اغوص صيفي. شوف الارتفاع طبعا هذا الترج كامل بس انه ارتفاع في بلكونه عقب ما اخترنا الوضع عرفت شلون البوزيشن. ها هذا ابيك تقيمني شلون تعرف شلون اذا البوزيشن صحيح 100% ولا لا عرفت شلون. بس يرسل لك الجريد بعد. بس لازم ترسل لي الجريد يعني عن طريق البلاك بورد ولا عن طريق اللي هو نعم. ف بسم الله سبرا هنا في بلاك ايز ما يزلق فنقدم خطوتين ف 1 2 3 لا اسبح اسبح انت ما طبقت الدرس سباحي هذا عن طريق ما بي الحين السباحه الخلفيه والله انا ما بصاح يا الرجال لا تسبحنا بس اساس اي ماينس اي ماينس الجريد يا عبد الله ثلج ثلج انفض انفض قبل لا تدخل كلمه خيره للكاميرا صراحة الشعور رهيب 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 لا يوصف والله صراحة مشتي صراحة شعور رهيب لا يقاوم صراحة تحياتي للمدرب المدربين بوتيلة السلام عليكم ورحمة الله. طبعا هذا واحد من الطلاب اللي يدرسون عن بعد عندي. طبعا عطيته كورسات بسيطة عن طريق الفيديو ونشوف التطبيق حاليا. لا شوف كمان لاحظ الحين عند البوزيشن الصحيح متخذ الوضعية الصحيحة وانا اعتقد على البوزيشن هذا اعطيه الجريد بيضة يا ابو فاطني بعد اسبح بعد لا صراحة هذا الأستاذ الفاطني أنا أعتبره من الطلاب متفوقين أحسن من طلاب هالي فوكس الفاشلين. هذا إنسان يدرس عن طريق الإنترنت يدرس عن بعد في أمريكا وما شاء الله عليه خذ الجريد 9 الجريد 9 أو 7 بس أنا أعطيه جريد 9 وضعيت السباحة على الريوس يعني صراحة أنا هني بس في غلطة بسيطة أنه طب على بطنه في نوع من الجبن في نوع من الجبن والعسل والبنات بسر طب على بطنه حياتي لابو بطني واقول انا راح اتابعك